السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي وأحبابي الكرام، وحيا بكم فوق العين وفوق الرأس. يا جماعة خلاص أنا تعقدت من اليوتيوب، مثل ما تعقدت من غيره من مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك. يعني الجماعة الساميين، أصحاب معاداة السامية، أصحاب الديمقراطيات والحرية وحقوق الإنسان الكاذبة والغريب، قلقوا علينا كل شيء. ما عاد يشتونا نتكلم ولا ندافع عن كل المظلومين والمستضعفين في الأرض، لذلك قاموا بتقييد كل تحركاتنا. يعني تجي تنشر منشور في الفيسبوك تلقى التفاعل مع المنشور صفر، بعد ما كان يقع لك تفاعل كبير. اليوم وبعد طوفان الأقصى خلاص خلاص بح، ما عاد فيش حرية ورأي ورأي آخر، كلها انتهى، كلها ذاب. ساعة الذي يشتوا يقولوا لك تروح بيتكم يا عم، احنا ما عاد نشتي كلامك ولا عاد بنرتاح لك، وقصة الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والبرامات التي جلسنا نشغلكم بها زمان عادوا لها قريب، خلاص كملت هذا القصة كملت. وخلينا في قصة اليوم، تخيلوا من أول كنت أعمل فيديو ويحصل على نسبة تفاعل كبيرة، تعليقات وإعجابات وهلم جراء، أما اليوم ولا من يقول ربي الله، ما عاد فيش حاجة غريبة. ومعاك احتمالين يا يمني حر، معاك احتمالين، يا أن الناس شبعوا خلاص من الأخبار والسياسة وهذا غلط ولا يجدر بمجتمعنا السكوت عنه، هذا الخيار الأول. الثاني إن اليوتيوب حطك في القائمة السوداء يا محترم، يعني أنت مجرم وإرهابي وتتبع منظمة إجرامية، ولهذا نبشرك بحذف كل قنواتك في هذا الموقع، وما عاد معك إلا هذا، ما عاد معك إلا هذه القناة، قناة الوقائع التي اضطررت يعني مرغما لتغيير اسمها، والله كانت اسمها يمني حر. اليوتيوب ايش يقول لك؟ هكذا نبشرك بحذف كل قنواتك في هذا الموقع وما عاد معك الا هذا، وقريبا عن جمرك لك، ولا تقلق انت مجرم ومش عارف ايش، بالله عليكم هذا صورة مجرم. طيب انا مجرم، طيب انا مجرم ليش؟ ما دليلكم؟ انا مجرد اعلامي احببت الاعلام، ولهذا اقوم بنقل الاخبار لجمهوري، ليش تحاصروني وتكتموا نفسي؟ ايش تشتوا بالضبط؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس يعني اذا كنت انا مجرم، فايش تسموا الكائن الحقير الكافر بالله وبكل شرائع السماء والارض، او لنقول المسخ الوضيع الذي قام بتحويل غزة الى مقبرة جماعية، مقبرة تندق بالموت وتشهد على جريمة فظيعة لم يشهد لها التاريخ نظيرا. مقبرة كانت بالأمس تقع على شاطئ البحر المتوسط، وصارت اليوم تقع تحت حضام أحيائها وشوارعها المدمرة التي أصبحت اليوم أثرا بعد عين. أيش تسموا هذا بالله عليكم؟ يعني منطق غريب، منطق غريب. المهم الموضوع كبير، ما فيش داعي ان انا اطول معكم، واعتقد انكم عارفين بكل تفاصيله. وبالنسبه لتقييد قناتي وربما حذفها قريبا، انا اتوقع اني تحذف قريبا، وانا بصراحه سعيد جدا، لان هذا دليل على ان كل ما قمت بتقديمه للمتابع والمشاهد الكريم كان مؤثرا. أنا اليوم فقط أحببت أفضفض لكم وأبصر هل عادكم معي، هل عادكم معي وعلى عهدكم أو ماشي، ولا أظنكم إلا معي، فأنتم وغيركم من الأوفياء والأحرار أهل النخوة والفزعة والكرامة والشيم، وأنا بالنسبة لي لن أستسلم وسوف أستمر في تقديم رسالتي. وأحب في هذا الصدد أن أسمع رأيكم وتعليقاتكم من أجل الارتقاء بهذه القناة
لأن ما ينقصني بصراحة هو الاستعانة بآرائكم، فأنتم الكل في الكل وسلامتكم. تحياتي.